عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نخيط معكم هاد البيجامه اللي فصلت معاكم. قلبت لها على السينتا في الابيض ما لقيتهاش، بحال هادي راه كيكون فيها هنا واحد من الداخل واحد الكابلي دايز رقيوق. لقيت غير هادي في الابيض، هاد الشكل هذا ما لقيتوش في الابيض مصاوب. غنوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوها لراسكم الا ما لقيتوش بحال هاد الشكل هذا في اللون اللي بغيتو. هاد اللوانه هادو كيكونوا موجودين، هادو هكا هاد السينتا هادي اللي ما كيكونش فيها اللوانات بزاف. غادي نوريكم، غتجيبو كابلي هذا اللي كنخدموه في القفاطان ولا في البايس ولا في جلالب. تجيبو هكا ديري له بحال هاد الطريقه هذا في الوسط، هكا ديروه هكا شدوه وتخدموه بالصباط ديال السنسله. راني وريته لكم، تنسالو نوري لكم كي داير. راه عنده غير جهه وحده، كيكونش عنده جوج جهات، وغادي نحشيو من هاد الجهه نحطوه. يكون من هنايا، نتمنى يكون باين لكم هنايا، تكون ليبرا كيكون هاد الجهه تصبغ من هاد الجهه، وهاد الجهه اللي ما فيهاش الصباط اللي محيد من هاد الجهه كتكون كابلي من هنايا، باش كتجي ليبرا كتضرب مع الحرف ديال الكابلي. صافي كنديرو في الوسط هكا، يكون في الوسط ديال السينتا ونمشيو. كما كتشوفوا معايا يجي على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تصاوبوه حتى بالثوب، تفصلوا الثوب هكا فيه 3 سنتيم في العرض، وديروا شرائط هكا اللي قدكم البيجامه ولا غدخلوا في شي كسوه، وديروا هذا في الوسط وتخيطوا. واخا ما يكونش هاد السينتا هادي، يكون غير ثوب ابيض ولا اللي بغيتو نتوما اللون اللي غادي اللي غتحتاجوا. كيجي على هاد الشكل، كيجي هنايا داك داخل داك الكابلي داخل. وهادي راه كنخيطو عليها هاد السنتيم هذا، كنخيطو كيبقى خارج غير هذا. طبعا نوريكم الصباط، هذا هو الصباط، راه كيكون عنده غير جهة وحده، وهنا في كتحشى ليبرا، وهاد كيجي هكا كيدوز عليه بحال هكايا. ليبرا كتحشى هنايا وكيدوز مع هاد الحرف ديال الكابلي هكايا. هادي في حالتي الا ما لقيتوش هذا واجد وصافي.